والله الموسم اللي فات خلاص خلص وانتهى ورميناه بقى ورانا وحفرناه وعدنا وخلاص. اتمنى ان شاء الله الموسم الجديد يبقى موسم كويس ايا كان نتائجه هتبقى ايه. اهم حاجه ان انا اتعلم واتحسن واطور من نفسي وان انا احاول على قد ما اقدر اعمل اللي عليا في كل ماتش واشوف ده هياخدني فين. لو قدرت ان انا اعمل عليا في كل ماتش مش هيبقى عندي اي ندم على اي حاجه. شايفه ازاي عوده بطوله الاهرام مره ثانيه والمره دي بيشارك فيها مصنفات من مصر كتير يعني في التوب 10 زي نور الشربيني ومرام ونور الطيب, فشايفه المنافسه هتبقى عامله ازاي في بطوله الاهرام؟ منافسه كده هتبقى قويه جدا مش بس ما بين المصريات, لا ما بين اللاعبات كلهم في كل البلاد. زي ما احنا قلنا لسه الموسم بيبتدي, الناس كلها عامله فتره اداء قويه جدا وكله جاي متحمس لبدايه الموسم. لسه هيبان المستويات عامله ازاي لان ما لعبناش مع كل الناس, بس يعني ان شاء الله موسم جميل. طيب عايزه اكلمك برضو عن انجاز الناشئات وعنيات حمامي, واول ما كلمتها قالت لي انا مثلي الاعلى رنيم الوليدي. انت شايفه الانجاز ده ازاي؟ والله يعني فخوره جدا مش بس بهانيا وبجانا شيحه وفريده محمد واسامي كتير جدا حققت نتائج كويسه جدا في الناشئين والناشئات. حاجه تشرفني طبعا ان هاني يشوف ان انا مثل اعلى وخطوه, دي طبعا مسؤوليه كبيره, بس ما عنديش شك ان هاني الحمامي في يوم من الايام ان شاء الله زي ما حصل في الاجيال اللي قبل كده ان هي كمان هتكون قدوه مثل على الاجيال اللي بعدها ان شاء الله. الموسم الجاي ان شاء الله يعني اكيد عايز بقى اطلع خطوه او خطوتين اعلى عشان اوصل حلمي ان انا ابقى رقم واحد على الكلام. هيبقى في بطولات كتيره جدا في النص الاولاني من الموسم, بطولات كبيره زي بطوله مصر الدوليه الاهرام, وهيبقى عندنا بطوله العالم كمان بعدها على طول. فانا بحاول قدر الامكان ان انا اركز جهدي في ان انا ابتدي افوز بالالقاب الكبيره دي بحيث اني اجمع نقط كافيه توصلني للتصنيف الاول على العالم. شفناك طبعا في بطولة الجونة قدمت أداء كويس جدا ووصلت للمستويات النهائية, فحابين نعرف بقى يعني تفكيرك في بطولة الأهرام وطموحاتك فيها, وطبعا أكيد هيبقى في بطولة تانية بطولة عالم زي نادي الرنين فطموحاتكم سوا إيه؟ مظبوط. لا احنا طبعا يعني أكيد بنطارد الحلم إن احنا في يوم من الأيام نكسب بطولة من البطولات الكبيرة مع بعض. احنا كنا مرة زمان قوي كسبنا بطولة بس كانت فئة اللي هي البرونزية من 5 أو 6 سنين, بس دلوقتي البطولات الكبيرة هي يعني كل مرة يعني بطولة العالم أنا المرة الوحيدة اللي أنا وصلت فيها النهائي, رنيم ما وصلتش, الباقي كله رنيم هي بتوصل وأنا يا بوصل النهائي أو نص النهائي ما بنظبطهاش مع بعض يعني. بس أكيد كل واحد فينا نفسه إن هو يحقق اللقب, علشان ده هيبقى بالنسبه لي انا مثلا اول لقب بلاتينم, وبالنسبه لرنيم هتبقى تاني بطوله عالم, فيعني لو عرفنا نحقق ده هيبقى بالنسبه لنا حاجه كبيره. البطولات اللي في مصر عموما بنتكلم بقى عن حضور جماهيري وايه تاثير ده بقى على عليكم في الملعب, شايفه ازاي التنظيم الكبير اللي لا احنا من يعني بنحب جدا نلعب في مصر عامه, علشان اولا طبعا ما بنضطرش نسافر في حته ولا نتعب عشان نوصل ونبتدي بقى تاني نعيد تدريبات وبتاع واستعدادات للبطوله. في نفس الوقت بيبقى عندنا دعم كبير جدا من الجمهور المصري في كل الماتشات, بيدينا دفعه قويه ان احنا نقدر نحسم ماتشات صعبه, وده بيساعد فرصنا ان احنا نوصل كلنا, معظم المصريين يوصلوا للنهائيات يعني. وبالنسبه للتنظيم طبعا احنا متعودين مؤخرا ان معظم البطولات المصريه بتتنظم على اعلى مستوى ونبقى كل اللعيبه بتبقى مستريحه, المصريين والاجانب محدش بيبقى مشتكي من حاجه وكله بيبقى مبسوط جدا بالاقامه وبالتنظيم وبالحدث نفسه. بس بالتاكيد انت كمان بقى عليكم طول الفتره اللي جايه السياحه المصريه وانتوا الشراء للسياحه المصريه بعد التطور الكبير اللي احنا شايفينه. اكيد طبعا اكيد احنا كلاعيبه بنحاول دايما ان احنا نمثل مصر باحسن صوره في المجال بتاعنا. احنا كرياضيين بنحاول نطلع بافضل صوره, والمنظمين بيحاولوا يطلعوا البطوله باحلى صوره بحيث ان لما تتنقل على شاشات التلفزيون تبقى واضح قد ايه منظر يعني حضاري وكده راقي. We'll be right back.